بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام أحييكم أجمل تحية، وهي انطلاقة شوطنا الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، ومكرمة سمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم ورئيس دائرة الثقافة والفنون بدبي. انطلق هذا الشوط وهو الخاص بالفطامين البكار، ينطلق لمسافة 1500 متر انطلاقة سليمة. نتابع الصدارة وأرى المسك اللي انطلقت بمقدمة هذا الشوط، عبد الله بن مبارك بن كليث ننطلق مع المركز الثاني، وأرى غزالة مطر بن سعيد الرميثي مع المركز الثاني وثالث. التحديات الشاهنية لحمود بن سالم بن حمود العمري ننطلق مع المركز الرابع، وأرى هني الصحراء صيب بن محمد بن كليثم الاكتبي في متابعة وانطلاقة الصحراء، ومع المركز الخامس الشاهنية بشعار محمود بن حبيب بن محمود الرضا. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط والسن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. نتابع المسك على الصدارة، المسك على المقدمة، والشوط الأول الكل يطمح للمشاركة وانتزاع الصدارة، ولكن الصحراء تتسلل. يا سلام يا سلام، الصحراء تنطلق من مقدمة هذا الشوط. يا سلام سيب محمد بن كليثم، ولكن المسك على الصدارة من البداية. هبت رياح المسك من الصباح مشاهدينا متابعينا الكرام، والشوط الأول يا سلام مع بن كليثم عبد الله بن مبارك بن كليثم. من يتابع من يعلن انطلاقة المسك من البداية على الصدارة والمقدمة؟ تهانينا لعبد الله بن مبارك بن كليثم على وز المسك بالمركز الأول. لحظات الوصول وانتزاع صدارة وناموس هذا الشوط. تهانينا لعبد الله بن مبارك بن كليثم. المركز الثاني مطلب سعيد الرميلي، المركز الثالث الصحر للسيب بن محمد بن كليثم، المركز الرابع تصل في شانية لحمود بن سالم بن حمود العمري، وبقية المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام لجميع الفائزين. ولكن نعود بالتهنئة لعبد الله بن مبارك بن كليثم على